صلة الرحم. أولاً، ألونوا بطاقة الصورة التي تعبر عن صلة الرحم باللون الأحمر. أحسنتم أحبتي الصغار، هكذا تكون الإجابة. ثانياً، أضعوا علامة أمام العمل الذي يؤدي إلى قطع الرحم. ممتاز يا صغاري، هكذا تكون الإجابة. ثالثاً، أرسم القرص المناسب للسلوك، إيجابي أو سلبي، لصلة الرحم. رائع يا صغاري، الإجابة تكون كالتالي: